أكيد ميسان، وصلنا لفقرتنا الأولى. رح نسلط الضوء على نشاط المديرية العامة للآثار والمتاحف ومشاركته بمعرض دمشق الدولي بنسخته ودورته 61. كثير من الأسئلة والاستفسارات أكيد رح يجاوبنا عنها الدكتور محمود حمود، مدير المديرية العامة للآثار والمتاحف. صباح الخير دكتور. أسعد الله صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين. صباح الخير دكتور، صباح الورد. واهلا وسهلا فيك دكتور. يعني انتم مشاركين ضمن معرض دمشق نعم. الدولي بجناح وزارة الثقافة، خلينا نعرف عن القسم الخاص بالمديرية العامة للآثار والمتاحف، بشو مشاركين لهالسنة ونتعرف شوي على قسمكم. نشارك بعدد من اللوحات، اللوحات هي لأبنية أثرية في محافظة ريف دمشق، وأيضا للقى أثرية تم اكتشافها على يد البعثات الوطنية التي عملت في عدد من المواقع الأثرية في المحافظة. من الأبنية الأثرية على سبيل المثال هناك طبعا هي أغلبها غير معروفة، ويعني من هنا تأتي أهمية هذه المعروضات أيضا وهذا المعرض، أنها غير معروفة من قبل، وإذا كانت معروفة فهي على نطاق ضيق، بما في ذلك اللقى الأثرية. من المباني الأثرية المعروضة لدينا من بلدة عين منين لدينا مواقع أو جبل يدعى جبل مار تقلى، فيه الكثير من المنحوتات أو الأبنية المنحوتة في الصخر والمنشآت الجميلة جدا التي تعود خاصة إلى العصر الروماني القرن الثاني ومن ثم البيزنطي، ونقبت في بعثة أثرية وطنية خلال الفترات السابقة منذ حوالي 1999 حتى بداية الحرب. وأيضا لدينا في من الروضة، الروضة في جبال الزبداني أيضا موقع الزبداني، موقع مهم جدا أيضا فيه الكثير من المنشآت المنحوتة في الصخر والجميلة والنادرة ولم يعرفها أحد على الإطلاق، يعني أول مرة تعرض هذه الأبنية الجميلة. إمتى تم اكتشاف هذه الأبنية؟ تم اكتشافها نتيجة بعثة المسح الأثري التي كنا نقوم شكلناها في ريف دمشق، واكتشفنا مئات المواقع الأثرية التي لم تكن معروفة، واكتشفنا هذا البناء يعني هذا الموقع المهم جدا على ذرة جبال الزبدانة باتجاه الزبداني باتجاه يعني كفير يابوس وهذه المنطقة فوق بلدة الروضة. هناك أيضا موقع جبل أسيس في البادية السورية أيضا جميل جدا، موقع يعود إلى نهاية الفترة البيزنطية والفترة الأموية الإسلامية الباكرة، هناك بركان أيضا على هذا السفح، هذا البركان هناك آثار وبقايا قصور وحمامات ومنشآت مختلفة. لدينا أيضا خانات عديدة في خان دنون على سبيل المثال، خان سعسع، خان العروس الواقع على مفرق معلولة، خان السبيل في الدماس، وكلها خانات مميزة، كل خان وكل مبنى يتميز بطريقة إنشاء بحجارة معينة، كل بناء يعود إلى فترة من الفترات التاريخية المختلفة، وهكذا الكثير من الأبنية المهمة جدا. أما اللقى الأثرية فقد جاءت أيضا من العديد من المواقع، لدينا في موقع حيني الواقع في أيضا الذي يتبع إلى يعني منطقة الحرمون على سفوح جبل الشيخ، هناك يعني اكتشفنا العديد من المدافن التي تعود إلى يعني حوالي 1800 قبل الميلاد، يعني عمرها من الآن حوالي 3800 عام. وجدنا مدفنين ومليئين باللقى الأثرية، مئات القطع الأثرية الفخارية والمعدنية، وهو موقع مهم جدا يعود إلى ما يسمى يعني الأموريين أو العموريين الذين يعني أجدادنا وأسلافنا الذين عاشوا في هذه المنطقة خلال تلك الفترة. وأيضا هناك آثار من البلدة ذاتها تعود إلى العصور الكلاسيكية إلى العصر الروماني والبيزنطي، هناك الكثير من الأواني الزجاجية، الحلي أيضا، وإضافة إلى الأواني الفخارية المختلفة. نعم. لدينا أيضا موقع آخر من دارية خلال الفترة
السابقة تم العثور على الكثير من اللقى الأثرية فيها، وأغلبها جاءت من مدافن تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي. هناك قدمت دارية يعني كمية هائلة من الحلي، من الأواني الزجاجية والمختلفة، مدامع، صحون، أواني مختلفة. نعم. يعني دكتور ما شاء الله سوريا، نحن دائما بنقول إنه سوريا هي الوطن، دائما في حضارات لا تستطيع أن توازي الحضارة السورية. اليوم ضمن معرض دمشق الدولي، قد ايه بتشوف إنه مهم نحن نعرف العالم، الزوار سواء كانوا عرب مغتربين أو حتى أجانب، هي الحضارة السورية، وبجهود أيضا المديرية عمل الآثار والمتاحف إن كان بهي اللقاء وإن كان بالتعريف أيضا بحضارتنا. تماما، يعني أنا يمتاز هذا المعرض كما قلت أنه يعني يسلط الضوء على مواقع غير معروفة. هناك مواقع أصبحت معروفة في كل أنحاء العالم، ولكن هناك مواقع أيضا لا تقل عنها قيمة وأهمية، ليست معروفة حتى بالنسبة إلى المواطن السوري على سبيل المثال، فما بالك في الزوار والأجانب الذين يزورون بلدنا. فبالتالي من المهم جدا التعريف بهذه المواقع وهذه الحضارة وهذا التعاقب والتراكم الحضاري واجد في كل مكان في بلادنا. أينما يممت وجهك لا تجدين إلا الآثار والتراث، وأيضا هي أيضا يعني جرعة من جرعة ثقافية لرفع الوعي بقيمة هذا التراث وهذه الآثار المهمة جدا، ليعمل الناس على يعني حمايتها وعلى رعايتها. عم بيكون دكتور عفوا عم بيكون في دليل او حتى مرشد ممكن يعرف الناس على هي الاهميه؟ كثير من الناس يمكن بتجهل اهميتها او قيمتها التاريخيه حتى. ربما هناك طبعا يواكب المعرض دائما هناك احد الادله او يعني الدليل السياحي الذي يشرح عن هذه الاثار واين وجدت، وايضا هناك يعني كتبت بعض نعم يعني المعلومات تحت كل لوحه، ويعني ايضا كما قلت هي عباره عن يعني تسليط ضوء يستطيع إن أراد يعني أن يحصل على المزيد، وهذه عينة ونماذج بسيطة مما اكتشفناه خلال المرحلة السابقة ومما أيضا رممناه وعملناه في دمشق. دكتور يعني دائما نحن عم نشوف أنه في عمل من للمديرية العامة للآثار والمتاحف بإعادة تأهيل المتاحف حاليا عم نشوف، وخصيصا افتتاح بعض المتاحف اللي كانت قد سكرت بفترة الحرب بفترة من الفترات، وهلأ عم نرجع نشوف أنه عم ترجع الآثار تنحط بأماكنها، عم يرجع تنفتح أبواب المتاحف لحتى الناس تجي وتتعرف على الحضارة. هاي الشيء كتير له أهمية، لكن وجودكم بمعرض دمشق الدولي قديش يمكن بيخليكم توصلوا لشريحة من الناس يلي ممكن ما تخطر عبالة تروح على المتحف لحتى تتعرف على هاي الآثار وتتعرف على الشغلات الجديدة يلي تم اكتشافها؟ يعني طبعا هي فرصة لكل زائر للمعرض يعني أن يطلع على ثقافة بلده وعلى آثار بلده وتراث بلده، وأيضا ربما هذه الزيارة تحفزه إلى زيارة المتاحف حيث يمكن أن يجد الكثير من الصفحات الخالدة لأمجاد هذا الشعب واختراعاته واكتشافاته. فبالتالي يعني هي ضمن فترة المعرض مناسبة ليتعرف المواطن والزائر على ثقافة هذا البلد وعلى عظمة هذا البلد وما قدمه من إنجازات للحضارة الإنسانية كلها. وأيضا كما قلت هي أهم شيء يعني المساهمة ب يعني تعريف الناس بهذه الجمالية ورفع الذائقة الفنية عند أي مواطن يمكن أن يزور هذه يعني هذا الجناح ويشاهد هذه المعطيات الأثرية الموجودة. يعني تحفيز كثير حلو وفرح يكون لنا. أكيد دكتور، بالنسبة للأنشطة لمديرية العمل الأثر والمتاحف، خلينا نحكي عن الأنشطة الأخيرة، على شو تم التركيز بشكل خاص؟ كمان شفنا يمكن دعم كثير كبير للشباب بهذا الخصوص، الشباب عم يشتغلوا يمكن بإعادة الترميم، بالتنقيب عن الأثار، كان في جهود كثير كبيرة بالفترة الأخيرة.
طبعا افتتحنا المتحف الوطني بعد اغلاق دام حوالي اكثر من 7 سنوات، ويعني انا فوجئت الكم الهائل من الزوار من رواد المتحف يوميا، هناك ما لا يقل عن 1000 زائر يوميا، وهذا يعني كان يحصل سابقا ولكن من الزوار الأجانب، الآن من الزوار المحليين هناك ما لا يقل عن 1000 زائر، هذا يعني إندال يدل على عطش الناس وتوق الناس إلى الثقافة وإلى الآثار وأيضا إلى معرفة تراث بلدهم الذي تعرض إلى الكثير من الأذى والظلم والحيف وقع عليه خلال هذه الحرب التي شنت على بلدنا ومن قبل عصابات الإرهاب. فتحنا متحف طب والعلوم، متحف طرطوس أيضا، هناك قريبا جدا الشهر القادم إن شاء الله سيتم افتتاح متحف حلب، وسيترافق ذلك مع ندوة دولية دعونا إليها الكثير من علماء الآثار من كل أنحاء العالم، من أولئك الذين كانوا يعملون في بلدنا قبل الأزمة. كل ذلك في يعني سبيل أيضا يعني مساهمة ورسالة عن عودة السلام والأمن إلى ربوع بلدنا في كل مكان، ومواكبة لانتصارات جيشنا الباسل على كل الجبهات وفي كل الميادين. ذكرت حضرتك دكتور المتحف الوطني بدمشق وعن مدى الإقبال لجاية الناس دائما عليه، هي الذكرى، هي السنة هي ذكرى التأسيس فينا نقول له، خبرنا شو عم تحضروا شيء خاص فيها؟ نعم، الآن نعيش يعني فترة مرور 100 عام على إنشاء وتأسيس المتحف الوطني بدمشق. طبعا أقمنا سابقا ندوة، والآن نعمل على تنظيم ندوة عن هذه في هذه المناسبة، يتم فيها يعني الحديث عن أهمية المتاحف ووضع وواقع المتاحف الأثرية السورية والآثار في سوريا بشكل عام. إن شاء الله بالقريب العاجل سنعلن عن يعني موعد هذه الأنشطة الثقافية التي تتعلق في تأسيس ومرور 100 عام على تأسيس المتحف الوطني. كما تعلمون المتحف الوطني بدمشق هو خلية نحل، هناك ورشات ترميم للأثار التدمرية، المنحوتات التدمرية التي كسرها وحطمها الإرهابيون في متحف تدمر، تم نقلها إلى المتحف الوطني بدمشق وهناك أعمال ترميم متواصلة فيها. طبعا هناك أعمال توثيق للقطع الأثرية الموجودة في المستودعات والمكتشفة على أيدي البعثات الأثرية المختلفة، وكما شاهدتم والتقيتم الكثير من يعني المتطوعين طلاب الآثار وخريجي الآثار الذين يرفدون يعني مساعدتهم وبعطائهم في سبيل الحفاظ على هذا التراث الوطني. فرصة كمان لهم يعني لأنه يكونوا موجودين بهالمكان يلي مليء بهالحضارة السورية لا منتهية، واللي دائما فيها اكتشافات، دائما نتعرف على حضارات كثير مهمة. دكتور محمود يعني شكرا لوجودك معنا لليوم، وبنتمنى لكم أنه يكون في إقبال لجاية الناس على قسم المديرية العامة للآثار والمتاحف ضمن معرض دمشق الدولي. شكرا كثير لك. العفو العفو العفو. شكرا لك دكتور مرة ثانية، وبهي المناسبة الذكرى المئوية بنتمنى عام عن عام يكون في اكتشافات أكثر نقدر نحافظ على آثارنا بشكل أكبر. شكرا لك دكتور.